خصوصا الملف اللي دزيته للاستوديو نعم اللي هو قيمته 4 مليار، هذا تم توقيعه من قبل المحافظ السابق الأسبق اللي كان هو أحمد عبد الله الجبوري في 15/7/2018 قبل نعم. استلام الدكتور عمار جبر. قاموا بعد كل صفقات الفساد القديمة عندما سلموا المحافظ الدكتور عمار جبر، قاموا بإصدار عقد مباشر إلى أحد الشركات وهي ما من صلاحية المحافظ، المفروض صلاحيته 250 مليون دينار. المحافظ الأسبق وقع هذا العقد بقيمة 4 مليار اللي هو مثل ما موجود عندكم صيانة وتنظيف دوائر المحافظة قيمته 4 مليار، مليارين إلى شركة وهمية لتنظيف دوائر محافظة صلاح الدين، ما أعرف شنو الدوائر اللي نظفوها هم، وما أعرف شنو صلاحية المحافظ اللي هي تجاوزت القوانين والأعراف والدستور بأكمله، من يوقع عقد مباشر بقيمة 4 مليار، وهاي الوصولات اللي هسه تعرضين على الشاشة نعم. اتوقع أن بقيمة مليارين دينار عراقي، وهي وصولات وهمية بس مجرد حبر على ورق حتى يصرفون هاي المبالغ. يعني شيخ وقع العقد شيخ الأربعة مليار، حتى نقف بس على الأربعة مليار اللي عندي هنا على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة 5 أشهر، طبعا هاي من 2018 الأربعة مليار المرفقة بها أسماء المهندسين، أيضا في حال تم التأخير استقطاع الغرامات التأخيرية من كلفة المشروع عن كل يوم 10%، زين الأربعة مليار راحت. لا لا ست وجدان، هو مو هنا الطامة الكبرى، هو المشكلة العقد وهمي هو ماكو تنفيذ، المشكلة العقد وهمي يعني مو ماكو تنفيذ. هذا العقد تم مذكور التاريخ، أنا مسوي لك دائرة عليه نعم. إذا طلعين هسه الكتاب مسوي دائرة بالأخير كاتبين عليه 24 كانون الأول 2018، يعني أثناء عمار جبر كان محافظ صلاح الدين وهم وقعوا الكتاب وتوهموا ونسى تذيل الكتاب بأن هذا التاريخ موجود به ووقعوه بتاريخ سابق حتى لا يعرف المحافظ اللي تسنم المنصب اللي هو دكتور عمار جبر، ووقعوه على تاريخ قديم في زمن الدكتور أحمد عبد الله عندما كان محافظ سابق محافظ نعم. في تاريخ 15/7، شوف التاريخ هاي الدائرة 15/7/2018 نعم. هذا التاريخ اللي رقم الكتاب رقم 500 أعتقد يمكن 83 زين، هذا هنا اتوقع بهذا التاريخ، لكن بذيل الكتاب شوفي الدائرة تحت بالأخير نعم. إذا ممكن المخرج يطلع لنا التذيل الأخير الدائرة اللي بنهاية الكتاب هي تاريخها 24 كانون الأول 2018، يعني الدكتور عمار جبر مستلم المحافظة يعني أبو مازن ما من حقه يوقع هذا الكتاب وينطي شركة وهمية قيمتها 4 مليار حتى يأخذ الأربع مليارات، مليارين الشركة وهمية خاصة بالتنظيف ومليارين خاصة بالتجهيز الكهربائيات. عندما كشفت ديوان الرقابة المالية كشف هذا الموضوع خاطبهم، اكو كتب اثنين موجودة عندك، خاطب المديرية مال تجهيز الكهربائيات خاطبها بكتاب رسمي وقال لهم اريد الاوليات، دارة التجهيز خاطبة ديوان الرقابة المالية بأن هذا هيك أي معلومات إحنا ما عندنا، هذا الكتاب ما يخصنا وصادر من عندنا، فهنا هنا هاي وثيقة من آلاف الوثائق اللي تم إخفائها من قبل المحافظ المحافظ الأسبق والمحافظين اللي قبله اللي جابهم هو دكتور أحمد عبد الله، ومثل ما جاب هسه الشيخ إسماعيل الهلوب واختلاس المليارات اللي 43 مليار وبالصحة الاختلاسات بالمليارات وبوزارة التربية وتزوير عقود وتزوير أوامر إدارية طامة كبرى، هو مو بس هذا العقد عقود آلاف، يعني أنا دزيتش مجموعة من الملفات الفساد اللي موجودة وتقدرين تطلعين عليها ونتناقش أنا وياك قدام المشاهدين ملف ملف اللي خاص بالفساد حتى يشوفون مدى الفساد اللي موجود في محافظة صلاح الدين. هذا الأمر الإداري اللي تكلمنا عليه 15/7/2018 هو تأهيل وصيانة التأسيسات الكهربائية وتنظيف الدوائر الحكومية في محافظة صلاح الدين، هاي بحسب الكشوفات.